البنات بيروحوا بسيارات فخمة جدا للمدارس. فيوم نورة هذه بنتي كانت في الثانوية أو في الإعدادية تقريبا، فراح لها السواق بعربية جيمس، جيمس دي بدل جديد المعتادة يعني. شديدة. هي شافته خاصمته، قالت ايش تفشلني مع زميلاتي تاتا تيتا انت تاتا جايب تيتا. الجيمس؟ كل يوم تجي يعني كل يوم تجيهم بالعربية المرسيدس فخمة لا جدا طبعا. جديدة موديلها. زعل السواق مسكين يعني بيصعب علي أنا. قال لي شتمتني ما تجينيش تاني مرة. جيمس قلت لها خلاص بكرة لا تروح لها، تروح لهاش بكرة، ما تروح، خذيه سيبها في بالصباح. الشارع، ها؟ سيبها في الشارع. لا قلت له أنا بس بكرة ما تروح لهاش. رحت أنا بقى عندنا هاي لوكس بتاع المقاضي. الوريد، ايوه مش ده الوريد؟ ايوه داتسون في تويوتا. خدت الهايلوكس التويوتا ورحت يا حبيبي. ده انت فظيع، درس. درس. ايوه وقفت فم باب المدرسة بالضبط. طبعا هناك في هو بواب وفي عسكري عشان امن. مدارس بنات. وقعدت على كبوت العربية قول والله. والله. أبو نورة يا هلا، واللي يجيب لي بارد واللي يجيب لي سندويتش واللي ايوه طبعا مبسوطين الناس مني. طبعا. هذه خرجت راسها من الباب شافتني عايزة ترجع، قلت لها ما ترجعيش تعالي. قلت لها شوف الناس كيف فرحانين بيا، الناس بيطالعوا في الآدمي ما يطالعوا في العربية. لا انا القيمة. ايه صحيح. اركبي يا بنت الله. درس درس.